الكل يعرف الفترة اللي راحت الحمام قطع أبيض. السبب هو كان برودة الجو. من يبرد الجو الحمام يقل المبياض مالته. فبهاي الفترة إنه الحمام بدأ يتزاوج بصورة صحيحة وقسم من عنده بدأ يرجع يبيض. لكن لازم نقدم فتشي للحمام بهاي الفترة حتى يسد النقص اللي صار عنده، لأن تعرفون أنتو نقص كالسيوم إضافة إلى ذلك نقص فيتامينات، وبهاي الفترة الحمام راح يبدي يفقد سوائل. راح نجي نشوف شنو هاي المكونات اللي راح نقدمها للحمام حتى يعوض هذا النقص اللي صار عنده. راح نشوف هاي المكونات وكيفية استخدامها، ثم كيف نقدمها للحمام، وبعد ذلك راح نتكلم عن فوائد هذه المكونات. سوينا لايك وسوينا متابعة على القناة، وتعالوا وياي خلينا نشوف شنو هاي المكونات. بداية راح أجيب عسل طبيعي، طبعا تشوفون قدامكم هذا عسل بعد بالشمع مالته، إضافة إلى ذلك ليمون يكون وياي الليمون. يعني المكونات الأساسية مالتي هي عبارة عن عسل طبيعي وليمون. أنا عندي هذا اليوم القياس المي 5 لتر، 5 لتر من المي. راح أجي أول شيء مثل ما تشوفون قدامكم، أول شيء أنه راح أعصر الليمون على العسل اللي عندي. مثل ما تشوفون هاي الليمونة اللي قدامكم على الليمون، أعصره على العسل اللي عندي بهاي الطريقة. لاحظوا يا عزيزي المتابع، حسه نعصر، ثم بعد ذلك راح أقول لكم على المقادير اللي أستخدمها أنا. عصرت الليمون بهاي الطريقة، مثل ما تشوفون. طبعا المقادير اللي راح تكون عندي هي أنا هسه قدامكم لتر 5 مي، إضافة إلى ذلك 5 معالق أو 6 معالق صغار من العسل الطبيعي، ومثل ما تشوفون قدامكم الليمونة عصرتها بالكامل على العسل اللي عندي. ثم بعد ذلك راح أجي وأخلط العسل والليمون اللي صار عندي بهاي الطريقة. أخلط العسل والليمون حتى يتجانس المكون عندي بصورة صحيحة. مثل ما تشوفون هسه قدامكم بدأ العسل يتجانس ويا الليمون اللي صار عندي. ورا ما خلطته بصورة صحيحة وتجانست عندي، راح أجي وأضيفه على المي اللي عندي. بعد ما أضفته أجي وهم أخلط المي اللي عندي. مثل ما قلنا لكم أني المقادير اللي عندي سويتها أني 5 لتر من المي، إضافة إلى ذلك 6 معالق أو 5 معالق صغار من العسل الطبيعي، على ليمونة أقسمها بالنص ثم أعصرها على العسل. مثل ما تشوفون هسه قدامكم، هسه هنا أنا عندي صار المي جاهز. التقديم راح يكون للحمام هو أنه أول شيء أشيل المي عند الحمام وأخلي الحمام يعطش، ثم بعد ذلك أقدم المي له. إذا تريد تخليه بطور واحد، أو إذا أنت عندك طوارة مال خانات يعني أكثر من طور واحد، وبالنسبة للكمية اللي عندك حسب العدد اللي عندك. أنا قلت لك على 5 لتر مي خليت هاي المقادير، 10 أسوي ضعف، 20 أسوي ضعف، وهكذا عندك راح يصير. الفوائد هاي المكونات اللي صارت عندي. مثل ما تعرفون العسل راح يعوضنا عن هواية عناصر رئيسية، أمثلها البوتاسيوم، الكالسيوم، الزنك، الحديد. إضافة إلى ذلك بهاي الفترة راح يصير عندنا نقص بالفيتامينات عند الحمام. الليمون غني بالفيتامينات بشكل ما تتصور، غني بالفيتامينات هواي. إضافة إلى ذلك العسل يحافظ على درجة حرارة الطير. مثل ما تعرفون أنتم أنه هسه الجو صح طبيعي، لكن بالليل تصير برودة قليلة، أنه العسل يحافظ على حرارة الطير، أو بالأحرى يحافظ على حرارة الفرخ، حتى نقدم للطير كل هاي الشغلات الرئيسية اللي قلناها احنا، الكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والحديد، إضافة إلى الفيتامينات، إضافة إلى أنه الطير راح يحافظ على درجة حرارة اللي موجودة بداخل جسم الطير اللي هو العسل. أتمنى أنه إن شاء الله عرفت المقادير وعرفتوا شنو هاي المكونات حتى تحافظ على طيورك.